شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستسلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستسلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نعطى الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس انحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب$24 أو الاثنين ب$30 بس. تصلوا على بستسلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كتير أوقات منحب نقوي عضلاتنا وما منعرف كيف. هالبوتي ماكس مكنة العصرية يلي عملت ثورة بعالم الرياضة، بتقوي لنا عضلاتنا بكل جسمنا. أول شي فيها تقوي عضلات الأرداف والقفا بنفس الوقت، بتدوب الدهون والشحوم بتتكسر، وبيظهر قياس البنطلون وبناخد الشكل الجديد الحلو لجسمنا. بالمسكات الفوقانية فينا نحرك ونمرن عضلات الكتف والإيدين. بوتي ماكس حركاتها كتير هينة وما بتتطلب قوة، وبتعطي نتيجة بوقت كتير قصير. بوتي ماكس منضبها بهالطريقة وما بتاخد محل أبداً. فيكن تحصلوا عليها ب$46 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستسلر على 01-44-55-55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب$88 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستسلر على 01-44-55-55. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل، أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألانتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخليها متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب$45 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستسلر على 01-44-55-55. كلنا منعرف إنه كل أعصاب جسم الإنسان موصولين بالإجرين، وكلنا منحب نعمل فوت مساج. هالفوت مساج مزود بباك فينا نعبي مي إذا بدنا، كما فينا نعمل فوت مساج بلا مي. وفي حال بدنا مساج مع مي منقدر نخليه على حرارتها الطبيعية، وفيها الفوت مساج تسخن المي كمان إذا حبينا، والباك كعب وكاوتشوك لحتى ما تصحت الإجر أبداً. نحنا ما قلنا إلا ندورها ونحط إجرينا فيها، كما إنه مزود برولو متحرك لحتى نعمل مساج للأماكن يلي بدنا نعمل لها مساج بكتير دقة. فيها زر على الواحد بتعمل بس مساج، عالتنين بتسخن المي مع ويرل يعني بتفقفق، وعالتلاتة بتعملنا مساج مع ويرل بمي فاترة. رائعة بالشكل والأداء هالفوت مساجر، فيكن تحصلوا عليها ب$60 بس، ما لكم إلا تتصلوا ببستسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان.
إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نتنطفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36 وللدوبل فيتراج ب $75، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأنه على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين ب $39 بس فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.